أهلا بحضراتكم في مساء القاهرة. والسؤال هو إيه اللي بيحصل في الدول العربية؟ انقسامات ونزاعات داخلية ولا مؤامرات خارجية ولا الاتنين مع بعض؟ سواء كده أو كده أو الاختيار الثالث، في النهاية الشعوب العربية هي الخاسر الوحيد. بالتأكيد أدمى قلوبنا كلنا اللي شفناه في سوريا وبالتحديد في حلب في الفترة الأخيرة، واللي شفناه كمان في ليبيا والعراق واليمن. هو إيه اللي حصل لبلادنا العربية؟ هذه الأوضاع التي تمر بها وتعيشها دولنا العربية، إيه اللي حصل؟ مين أطراف النزاع؟ مين المستفيد من استمرار الصراع على الأرض؟ إلى متى ستظل دولنا العربية تنتظر الأحداث لتحدث ثم تكون أفعالنا كلها ردود أفعال؟ لماذا لا ننتفض مثل ما انتفضت أوروبا مثلا لمقتل شاب واحد، ونحن نرى كل يوم آلاف الأطفال بتتيتم وآلاف الزوجات بتترمل وآلاف الأمهات بتفقد أبنائها؟ النهاردة في مساء القاهرة احنا هنعمل جمع الدول العربية المصغرة عشان نعرف أو نحاول نعرف هو إيه اللي بيحصل في دولنا العربية، يمكن نقدر نطلع بحل. خلوني في الأول أرحب بضيوفي الكرام اللي منوريني في استوديو مساء القاهرة. الأستاذ تيسير النجار، المحلل السياسي السوري، أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. الأستاذ أبو بكر أحمد بذيب، الباحث السياسي اليمني، أهلا بحضرتك. والأستاذ إبراهيم الغويل، المستشار القانوني من ليبيا، أهلا بحضرتك. والأستاذ صفاء الموصلي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق، أهلا بحضرتك، نورنا. ويعني في البداية خلوني أروح لسوريا. أستاذ تيسير النجار، هو إيه اللي بيحصل في سوريا؟ مين أطراف الصراع دلوقتي على الأرض؟ وطبعا تعازينا لما حدث في حلب في الأيام الأخيرة. في سوريا مأساة العصر، نظام ديكتاتوري متحالف مع قوى خارجية، وهالقوى الخارجية طائفية للأسف. إيران، مشروع الإيراني يلي ما نجح بسنة 58 بالوحدة المصرية السورية، بدأ يشتغلوا عليه من وقتها لحتى قدروا يشتغلوا عليه من جديد ويدخلوا سوريا ويقدروا يعملوا بعض التغييرات، قدروا يسيطروا على النظام السوري. وسيطرتهم مو كانت بس بالقرارات، لا بالتنفيذ كمان. ويوم اللي حانت اللحظة التاريخية للتغيير بالثورة السورية، طبعا كانت موجودة إيران وحاسبين هذا الحساب، لأنه قبل ما يثور الشعب السوري ثارت تونس ومصر، فكان معروف أنه الدور على الشعب السوري لابد أن ينتفض. فلذلك كانوا محضرين القناصين ومحضرين شرطة الشغب، وكان محضرين حاله مجهزين بالسجون وبالشبيحة وبكل ما يستطيعون أن يوقفوا فيه أمام الشعب السوري. قدروا صحيح بالقوة المفرطة أن يقتلوا كثير من السوريين، إلين صار في مال سياسي. من سوريا أذهب جنوبا إلى اليمن، وإذا كان هذا هو الوضع في الشمال، كيف هو الحال في الجنوب؟ كيف هو وضع اليمن؟ وإيه أخبار يعني ما يقال عن أن هناك الحوثيون الذين يحاولون أن يستولوا على الحكم، أيضا جماعة صالح؟ والله هم استولوا على حقيقة يعني. لكن اتركيني يعني أضع لك في دقيقة يعني لمحة سريعة عن في اليمن. كان الوضع نوعا ما مختلف في اليمن، كانت إلى فترة قريبة كان هناك نموذج عربي في إطار تسوية سياسية كانت مقبولة لجميع الأطراف، ولتجنيب اليمن فتنة وحرب أهلية يعني. وهي بدأت الثورة اليمنية في فبراير 2011، وكانت متأثرة بشكل مباشر بما تم الثورة المصرية، ويعني وانطلقت الثورة اليمنية في 11 فبراير يعني عند ترحيل الرئيس الأسبق في مصر.
انطلقت وحدثت نوع من الساحات والساحات التغيير والقطاعات المختلفة، إلى أن بعد صراع طويل إلى أن وصلت كل القوى السياسية في اليمن إلى توقيع ما سمي بالمبادرة الخليجية في نوفمبر 2011 التي بناء عليها تم إجراء انتخابات توافقية وترشيح الرئيس الحالي اللي هو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. مشيت اليمن في عام في سنتين من التوافق ومن التسوية السياسية وهي مرحلة انتقالية، وقطعت اليمن شوط كبير جدا. شكلت لجنة فنية لإدارة حوار وطني شامل لكل القوى السياسية، ومن ثم شكل مؤتمر حوار وطني. وكان بيحصل أحيانا هدنة و... لا كانت البلد تسير في حال في وضع طبيعي جدا، ولكن بيعود أحيانا الحوثيون وجماعة صالح. باستثناء الحوثيين في المطلق كانوا يحاولون السيطرة على المناطق التي تحيط بمحافظة اللي هي محافظة صعدة التي ما هي معقلهم، وكانت القاعدة أيضا متواجدة في مناطق مختلفة، فكان هناك بعض الصراعات القبلية بين الحوثيين وبعض القبائل المختلفة في اليمن، تواجد القاعدة مختلفين في أماكن مختلفة أيضا، وكانت الدولة ما زالت الدولة المركزية تسيطر على كثير من مراكز القوى. انتهى مؤتمر الحوار في 25 يناير 2014. خلال العام هذا أدرك الحوثيين أن وأنصار الرئيس السابق أنه مؤتمر الحوار أقر نظام سياسي جديد وهو الدولة الاتحادية التي قسمت اليمن إلى أقاليم، وهو تقسيم إداري ليس تقسيم جغرافي، يتبع عاصمة دولة عاصمة مركزية وهي صنعاء، وفي إطار يعني التقسيم الإداري هذا تقسيم إداري تنموي من أجل إعطاء المحافظات التي أقصيت من القرار السياسي والاقتصادي والتنموي خلال الفترات الماضية كلها، إعطائها مساحة أكبر للتنمية وللتطوير. أدرك الرئيس السابق أن اليمن تسير نحو وضع سياسي مختلف تمام، يؤهلها إلى أنها تنهي المرحلة الانتقالية وتدخل في إطار دستور جديد وشرعية جديدة وانتخابات برلمانية وانتخابات محلية وانتخابات رئاسية وإقرار مسودة الدستور. أدرك هذا البعد كله وتحالف مع الحوثيين. هذا التحالف دون الدخول في تفاصيل أسقط دفع الحوثيين لاستغلال وضع اقتصادي سيء في اليمن، لاستغلال بعض النفوس الضيقة من بعض الأفراد السياسيين وبعض المنتسبين لبعض القبائل اليمنية إلى إسقاط صنعاء في سبتمبر 2014. أسقطوا صنعاء وسيطروا على كل مؤسسات الدولة. هنا سقطت الدولة ومركزيتها. أجري الأمم المتحدة حاولت أنها تعالج هذا الموضوع، عملت اتفاق سمي اتفاق السلم والشراكة. هذا الاتفاق انقلب عليه الحوثيين في يناير 2015. المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية، يعني لدينا مركز الملك سلمان للإغاثة هو يقوم بجهود كبيرة جدا، لدينا الهلال الأحمر الإماراتي يقوم بجهود كبيرة جدا في اليمن، لدينا إضافة إلى منظمات وجمعيات أهلية خاصة في اليمن، رجال الأعمال اليمنيين والدولة اليمنية تشرف عليها، يحاول قدر الإمكان أنهم يعالجوا كثير من القصور هذا، وتمركزوا في مناطق مثل يعني الهلال الأحمر الإماراتي اشتغل في محافظة عدن التي كانت تحت سيطرة الحوثيين فترة 7 أشهر، ودمروا هذه المحافظة الساحلية الجميلة الهادئة التي كانت في فترة الستينات يعني فترة الاستعمار البريطاني كانت من المناطق السياحية ومناطق كانت فيها منطقة يعني اليمن اللي كنا بنقول عليه اليمن السعيد. نعم. كيف أصبح اليوم؟ والله يعني احنا نتمنى ان يعود سعيد، نتمنى ان يعود يعني احنا لا نامل احيانا، احنا نتمنى ان يعود سعيد. نعم. ولكن كيف تصفه اليوم هذا اليمن الذي لم يعد سعيدا؟ يعني والله اليمن اصبح بائس. البائس اليمن اصبح اليمن البائس اليمن اصبح محبط. الامدادات الطبية اخبارها ايه؟ في مناطق تصل بشكل كافي، خصوصا المناطق التي تم تحريرها وهي تحت سيطرة الشرعية، رغم بعض السلبيات الموجوده في قدره الدوله والحكومه الشرعيه انها تصل تضبط الامن في مناطق مختلفه، تصل المساعدات الطبيه والانسانيه لمناطق مختلفه، وهذا قصور ايضا من الحكومه الشرعيه، الا انه ايضا مناطق فيها مواجهات مسلحه يتواجد فيها مدنيين ولا يصلهم اي شيء يعني. تمام، خليني اروح لاستاذ ابراهيم ونطير من اليمن سريعا في نفاثه عابره الى ليبيا. كيف يمكن لنا أن نقرأ المشهد في ليبيا الآن؟ هو أصلا أنا يعني لدي يعني مش اعتراض لكن وجهة نظر أخرى، فأن قراءة الأمور سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو العراق يجب أن تدرس وينظر إليها ضمن الإطار العربي. بمعنى؟ يعني دور مصر، يعني مصر الحقيقة في تعبيرنا دائما نقول فيه أن التعبير البلدي مصر أم الدنيا دي حقيقة، دي حقيقة مش مجرد كلمة. لو مصر استعادت دورها العربي واستعادت دورها الذي يربط إفريقيا بآسيا، يعني لكنا كما كنا في باندونغ، ولما كان عبد الناصر يخاطب العالم كله بالسلام وبالتعارف بين القوميات ونكون في وضعنا الطبيعي.
طيب يعني أكيد نتحدث عن هذا الموضوع بالتأكيد، لكن أنا سؤالي دلوقتي الوضع في ليبيا دلوقتي عامل إيه؟ الوضع في ليبيا، المشهد الليبي كيف تراه؟ المشهد الليبي أراه ضمن الرؤية العربية، أن إذا لم تستعد مصر دورها وحضورها العربي، لأنه هذا الأمر يعني الحقيقة أنا لي اطلاع أولا المنهجية الفكرية. طيب أنا فعلا هسألك في السؤال ده، بس أنا يعني إحنا بنتكلم دلوقتي عن المشهد في كل بلد من هذه البلدان الأربعة، وبالتأكيد سنخلص لنتائج ونبحث أكتر في العمق فيما وراء هذا المشهد، ولكني أسألك للمرة الثالثة عن المشهد الليبي الآن. المشهد الليبي هو وفقا للمخطط الدولي الذي يتبنى فكرة نشر الفوضى، اللي كان من أغنى البلدان العربية، كان في يعني مواطنين عرب من بلدان مختلفة يذهبون إلى العراق لكي يعملوا، يعني كأنه دولة من دول الخليج، لكي يعملوا لكي يحصلوا على نقود ويودعوها البنوك وكلام من ده. راح فين العراق ده؟ أولا أحييكم على هذا البرنامج، واثنين انت حضرتك بديتي يعني من الاخر، المفروض احنا كعراق تبدأين من الاول، لانه هي اساس المشكلة العراق. العراق كان للأسف محط اطماع للدول الغربية ومحط اطماع للدول الاقليمية. طبعا قبل 2003 كان في صناعة وكان في زراعة، كان في دولة، كان في سيادة، كان في قانون، كان ما في مواطن من أي دولة أقليمية سوى إيران وتركيا يجرؤ أن يتقرب من الحدود. إيران حاولت في الثمانينيات في حرب الخليج الأولى أن تدخل إلى هذا البلد وتمارس الذي تمارسه اليوم، لكن كان في قوة عربية قوية وقوة وطنية تصدت لهذا المد الإيراني، فبالتالي بعد كل هذه القوة وهذا الإعمار، المساعدات الغذائية والمساعدات الطبية، كيف هو الحال في ليبيا؟ أولا في ليبيا ما فيش مساعدات تجي من الخارج أصلا، وللأسف أن من الأصل أن مثلا صورة ما حدث في ليبيا لم تقدم للعالم، يعني قصف لمدة 8 أشهر، قصف ولا في الحرب العالمية الثانية. أنا حضرت الحرب العالمية الثانية وحضرت 8 أشهر، الناتو يعني استنفذ قواته، فرنسا تقول انها لم تستخدم من السلاح ما يماثل الحرب العالمية الثانية الا في الحرب على ليبيا. للأسف ان الناس الان معرضين للقتل والخطف ولكل المآسي. سرت مثلا يعني تدمر تدمير علني، قبل ذلك أيضا حاولوا تدمير بنغازي، وفي درنا أيضا كانت داعش والمجموعة نتاعها، وللأسف يعني هذه الصورة. كيف يمكن أن نخرج من هذا المشهد؟ كيف يمكن أن نبدل هذا المشهد البائس في ليبيا؟ هل هناك سبيل؟ هناك سبيل دائما، ولا شبح التقسيم ما يلوح في الأفق؟ لا، هو مش تقسيم، هو ياريت أن التقسيم ده أحد الاختيارات، لكن الاختيار الأسوأ أنهم عايزينها كالصومال. يعني عايزينها كالصومال، يعني الصوملة هي اللي يدفعون كل الأمور نحوها. فيعني أنا من أول ما بدأت الأمور كانت في ذهني دائما 3 أشياء نقول لهم، أن ليبيا أمامها 3 حلول، الحل السيء وأسوأ. السيء النظام الفيدرالي والذي يتجه نحو التقسيم كما عملوا في السودان. يعني الآن الفيدرالية ليست بالاتجاه نحو التوحيد والوحدة، لا، الفيدرالية هي اتجاه نحو التقسيم. الاثنين أن الأسوأ النظام الصوملة. الحل الذي كان موجود ممكنا وإلى الآن ما زال ممكنا، التصالح. التصالح بين من ومن؟ التصالح بين كل الجهات المختلفة الآن، وتملك ذلك مجموعة القبائل في ليبيا، لأن القبائل توحدت ودائما لها مجلسها الأعلى، وفي إمكانها أن تتحرك
لكن المواجهات المقصودة من الجهات الأجنبية تمنحها بكل الطرق وتواجهها بكل الطرق. فيعني للأسف أن الجهة التي من الممكن أن تؤدي دورها وتؤدي إلى مصالحة حقيقية في البلد لأنها هي طبعا. الحقيقة يعني هذا مشهد بائس ليس في اليمن، حينما قلنا اليمن البائس، سوريا بائسة، ليبيا بائسة، وأيضا العراق بائسة. طبعا كل قلوبنا مع أهلنا في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، نتمنى أن نستفيق كعرب. والسؤال الوجودي هو فين جامعة الدول العربية؟ مش عارفة بقى ده سؤال جوه السياق ولا سؤال حالم أو سؤال أصبح سؤالا رومانسيا، ولكن بالتأكيد نحن في حاجة إلى وقفة، نحن كعرب حول ما يحدث، أن نقف كثيرا وطويلا علشان يعني لا نندم بعد ذلك. أنا بشكركم، نورتوني، كنت أحب أن أنا يعني أظل معكم أكثر، ولكن وقت فقرتي انتهى. نورتوني هنا في مساء القاهرة، الأستاذ تيسير النجار من سوريا، المحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا. وأيضا الأستاذ أبو بكر أحمد بذيب، الباحث السياسي اليمني، أشكرك نورتنا في مساء القاهرة. والأستاذ إبراهيم الغويل من ليبيا، المستشار القانوني الليبي، نورتني، شكرا جزيلا لحضرتك. والأستاذ صفاء الموصلي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، أشكرك شكرا جزيلا. وأتمنى أن تكون جلستنا القادمة أكثر بهجة يعني، وأن تبتعد عنها صفة البؤس كثيرا. بعد الفاصل، قواعد الفشل 40 مع دكتور هاني أبو النجا.